اهلا بيكم. هنتكلم النهاردة عن مسلسل الدراما والكوميديا واللي بعنوان مينامي، لكن لو لسه جديد معانا ما تنساش تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات عشان توصلك فيديوهاتنا اللي جاية. بيبدأ الفيلم مع تشومي وهي بتلعب في الغابة وبتقع غصب عنها في المية، وبتلاحظ حذاء وفي أميرة صغيرة بتشاور لها من بعيد، وأول ما وصل مينامي بتختفي وما بيلاقوش أي حاجة، لكن يوعدها بعدها انهم مش هيفترقوا عن بعض ابدا، وبيلبسها كمان تاج من الورد. وبتكبر تشومي وكانت بتحلم بالحلم ده من ذكريات الطفولة، ولسه بتسأل نفسها هل فعلا الاميرة عقلة الاصبع موجودة في الحقيقة ولا لا، وبتلاحظ مينامي من الشباك وتفتكر وعده ليها. وبتبدأ يومها مع عائلتها زي كل يوم، والكل معترض على انها كسلانة دايما وبتروح المدرسة، لكن والدة زميلها مينامي بتقابلها وبتطلب انها تديله علبة الاكل بتاعته اللي نساها، ويفتكر وهو في طريقه انه نسى العلبة وبيرجع يجيبها بسرعة وغصب عنه يخبط فيها. ايه ده، انا مش قصدي، ما علينا. وبتديله علبة الاكل وبتطلع تجري بسرعة ولسه بتفكر فيه واللحظة اللي عدت من شوية، لكن بيلاحظوا نميرة، ودي بقى بالنسبة لهم الطالبة الأكثر جمالا في الفصل، والكل يتوتر أول ما بيشوفها وهرموناتهم كلها تشتغل أكيد بسبب للواء نسيم الحياة. وبترجع تشومي بعد المدرسة، لكن بيلاحظها مينامي مع ريكو ويتأثر وكأنه لسه فاكرها من أيام الطفولة. وبتكون تشومي مهتمة دايما بكتابة قصص تحت اسم أرنب القمر، وده كان اسم مستعار عشان تعبر عن كل اللي في قلبها قدام الكل من غير ما حد يعرف حقيقتها. وبتتصدم ان ريكو زميلها بيعرف كل حاجة وبيديها كمان هدية على شكل ارنب، لكن ما بيعرفش يعبر لها عن حبه ليها. واول ما خد الخطوة دي وتشجع ما تصدقش نفسها، بس بتكون مترددة لسه ومش عارفة مشاعرها هتكون لمين. والدنيا تمطر وبتلاحظ مينامي راجع مع نميرة، لا وكمان بيحميها من المطرة، وجو دق الشماسي ونظرة في همسة وحتة كده سلو موشن، وتتأثر وتبكي وبتفتكر اليوم اللي كان بيوعدها فيه انه مش هيسيبها ابدا ولا هيفترقوا عن بعض. وبتعرف اهلها تاني يوم انها هتروح طوكيو عشان تشترك في فرقة الرقص، بنتك عاوزة تشتغل رقصة يا هانم. باليه، وبيرفضوا الفكرة، لكن تصدمهم اكتر انها مهتمة بالرقص اكتر من التعليم، لا وكمان مش عاوزة تدخل الجامعة. ويضربها والدها وتتأثر وتسيبهم، وتخرج من المنزل في عز البرد والمطرة، وبتقابل مينامي بالصدفة تاني، وقبل ما يسيبها تتعصب عليه وانه دايما بيتجاهلها وبرضه ما يدهاش اي اهتمام، فتبكي وتجري لحد ما وصلت لنفس مكانهم اللي كانت بتروحه وهي طفلة، وبتحاول تتصل بأي حد والجو يبقى صعب أكتر. وبيكون مينامي في نفس الوقت بيفتكر ذكرياتهم مع بعض، وما كانتش تعرف إنه بيحبها لسه من جواه، وبتتمنى إنها ترجع صغيرة مرة تانية عشان يرجع يحبها. وفجأة تقوم بعد ما نامت في مكانها وتلاقي نفسها بدون ملابس، لا وكمان بقت صغيرة في الحجم زي ما تمنت، لا ريلي صغيرة، وما كانش قصدها تبقى بالحجم ده، لكن اللي حصل حصل، ولسه الكل بيدور عليها ومش عارفين مكانها. حتى مينامي بيعرف انها ما رجعتش لبيتها من امبارح، وبيعرف ان هو السبب، وبيروح يدور عليها ويتوقع انها هتبقى في مكانهم القديم. واول ما وصل ما يلاقيش غير ملابسها، لكن يسمع صوت بينادي عليه وهي تفضل تزعق وتناديله وما يصدقش اللي شايفه، ولسه فاكر نفسه بيحلم، وفجأة يغمى عليها لكن يلحقها بسرعة وبيحطها في جيبه ويقرر يخبيها عشان محدش يشوفها، حتى تتوتر ان الكل بيدور عليها لسه ومش عارفين يعملوا ايه. وبتطلب منه يخبيها لحد ما ترجع لحجمها الطبيعي، فبيضطر ياخدها عنده البيت. بقولك انا عاوز اعمل زي الناس، مفيش افضل من المكان ده طبعا، عيش حياتك. وتاني يوم بيلاحظ المدرسة كلها قلقانة بغيابها وما بيعرفوش انها معاه، ومخبيها في قطه وهي عايشة حياتها وبتستمتع بكل حاجة عند مينامي، حتى تحاول تاكل الاكل اللي كان بياكل منه. الصادم ان جدته تدخل عشان تنظف الأوضة، وبتهرب قبل ما تشدها بالمكنسة وبتقفل الشباك وبتفضل برا. واول ما رجع يدور عليها وبيسمع صوتها ويدخلها بسرعة من البرد، ولسه الكل بيدور، وبيروح مينامي وبيشيل لبسها بسرعة من مكانه قبل ما حد يحس ان في حد ممكن يكون خطفها. وبتترجى انها تفضل معاه، بس يطلب منها انها تكلم اهلها الاول عشان تطمنهم، وان
انها بخير وكمان ما حصل لهاش اي حاجة. وقبل ما تكلمهم يشوفوا حاجات كانت معاها قبل ما تختفي واللي كانت رايحة تشتريها، والكل يتأثر ويتأكدوا انها ممكن تكون اتخطفت فعلا، بس تتصل بيهم وتعرفهم انها في طوكيو وقعتك سودة ويتعصبوا عليها اكتر، فبتقفل ويأنبها انها كذبت عليهم وشكلها كده ناوية تطول معاه في نفس الأوضة، فبتترجى انها تفضل معاه مش هيحصل حاجة يعني، وبياخدها ويقعدها في البانيو الخاص بيها حاجة كده شبه الفنجان الدافي، وبيساعدها في كل حاجة لكن كان دايما مكسوف منها وبتعجب بيه أكتر، وبيعمل لها سرير على قدها وما تصدقش نفسها، وبتشكره كمان على اهتمامه بيها، وبتحس انه لسه مش مهتم بمشاعرها ناحيته وتقرب منه اكتر، وغصب عنها تنام على المكتب جنبه وبيلمسها ويتأكد انها حقيقية ويقلبها الناحية التانية وبيعجب هو كمان بيها، وتلاقيه نام كمان على المكتب زيها. وفي يوم تقوم قبله وعلى رغم انها بقت صغيرة جدا لسه مشاعرها وحبها ليه زي ما هي، لا ده كمان بتزيد كل يوم عن التاني، وبيحلم بكابوس اول ما لقى نفسه صغير جدا وتشومي هي اللي بتحميه عشان محدش يشوفه، لا وكمان كانت عاوزة تاكله. وبيفوق فجأة ويتأكد ان كل حاجة زي ما هي، وفي يوم بياخدها في جيبه معاه للمدرسة وبيحس ريكو انه شاف حاجة غريبة في الجيب وكأنه بيهلوس. الصدم ان اخت مينامي بتدخل اوضته وبتلاحظ فساتين صغيرة ومش فاهمة اي حاجة لسه، وتشك كمان ان اخوها بقى منحرف، وبيوصل ويتوتر انها كانت في الاوضة. لا الصادم اكتر ان نيمورا تروح له المنزل ولسه تشومي بتغير منها، لشكلها كده هتبقى ليلة بيضة، لا وكمان هتقضي اليوم عندهم بما ان اهلها كانوا مسافرين وقررت انها تقضي اليوم معهم، ويتوتر اكتر ويخبي تشومي بسرعة قبل ما تشوفها، والبت مش عتقى الواد وتشومي خلاص هتنهار، وتسأله لو كان بيحبها ولا لا ويتردد انه يجاوب ومش عارف يعمل معاها اي حاجة. الموضوع صعب يا جماعة، لكن في اللحظة المناسبة يعتذر لها ويبعدها عنه باي طريقة، وبيسمع صوت تشومي بتبكي ويعتذر لها عن كل اللي حصل، وبتعرفه ان جدته شافتها في يوم غصب عنها، وبتفكره جدته ان القصة اللي كانت بتحكيها لهم وهم صغيرين كانت حقيقية، وان في يوم هتظهر اميرة عقلة الاصبع وهتبقى حقيقية، وفي النهاية بيقتنع ان بقى قدام امر واقع ولازم يعيش معها وهي على الوضع ده، ويتقرب منها ويأكلها كريم كراميل وكل واحد على قد حجمه. وانتهى فيلمنا النهاردة. انا محمود عصمت، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وكومنت لأرابيك تريلر عشان نكبر بيكم.